بالحلقة الجاية من برنامج شو الحل؟ عم بيواجه اللاعب المغمور سونار ارتاك اللي بيلعب بالدرجة الثالثة بفرنسا تهديدات بالقتل. هي التكنولوجيا التي لا يمكن الاستغناء عنها في الشارع، في المكتب أو في غرفة النوم. احذروا، فمن الممكن أن تكونوا مراقبين. فعلماء السلفية أساساً اختلفوا في حكم تفجير النفس. يعني فكر أنه طالع يشوف الحريات حيطلع يشوف سيخ حينشوى عليهم. شو الحل؟ إعداد وتقديم شادي عقاد والأب جاكن أولى، هالجمعة وكل جمعة 9:30 المساء بتوقيت بيروت مباشرة على شاشة تشاريتي تي في. سلام المسيح معكم مشاهدينا وما كنتوا عم تشاهدوا شاشة تي في تشاريتي بلبنان وبجميع أنحاء العالم. بتمنى لكم دايما أنت الأوقات برفقتنا لمدة ساعة من الوقت. بتمنى من المشاهدين، بذكركم ببداية حلقتنا فيكم تتابعونا عبر السمارت فونز إن كان أندرويد أو عبر الآيفون. بذكر كمان بوجه تحية لمشاهدينا اللي عم تابعونا بأمريكا الشمالية وبكندا عبر شبكة تي في تومورو، إضافة إلى مشاهدينا عبر ديجيتاك وإيكونات ويو سي أل. إذن فيكن تابعونا عبر هالمواقع. بذكر كمان مشاهدين أنه فيكن بسياق حلقتنا تتصلوا حتى ناخذ ارائكم على الرقم 0994402 اللي رح يمرق بسياق حلقتنا كذا مرة بأسفل الشاشة. ببداية الحلقة أبونا الله معك. الله يحفظك. اشتقنا لك ابونا. نحن كمان. شو اخبارك؟ نشكر الله. كيف كان خميس السكارة ابونا؟ سكارة ولا الزكارة؟ لا بحسب تقليد نحن هذا اسبوع الالام، اسبوع الموتى. اسبوع الموتى. نذكر في موتانا. اوكي، شو اللي بيصير عادة امبارح؟ مشاوي وقصص وسكر؟ مزبوطة الخبرية ولا مش مزبوطة؟ هلا الشباب بيودعوا المرفع، هذا اسبوع المرفع عنا. نعم. بيودعوا اكل اللحم. أوكي. بهالاسبوع بقى مش بس هي المشكله، مش انه واقع بس اكل والشرب نهار الخميس. أوكي. على كل الاسبوع، وبكره كمان الاحد المساء بصير ابشع كمان بقى. لا نحن هذا ذكرى موتانا هالاسبوع، نتذكر موتانا. وفي نوعين من الناس فيهم ما يتذكروا موتين هذا الاسبوع، هن اللي ما عندن موتى واللي ما بدن يموتوا بقى. هود اثنيناتهم في ما يتذكروا موتهم بقى. لا نحن نتذكر موتانا بهالاسبوع. أمين أبونا. بس قبل ما أنتقل على العناوين ونشوف شو نطلنا من موادين نحكي فيها أبونا، عادة بهذا اليوم اللي هو نهار الخميس بيصير في سكر، بيصير في قصص برات الخط، لأنه تعرف أنه أوكي جمعة قبل الصوم اللي بدي يصوم على شيء معين بيقولك هاتا فضيهم وفضي كل شيء نهار الخميس. فموقف الكنيسة تجاه هذا النوع من الصوم أو تجاه هيدي السهرة تحديدا أو هيدي الذكرى، مش بعدنا شوى عن المضمون؟ لا كتير حلو الجمع، كل شيء بيجمع العائلة. نحن اليوم صرنا بعد كتير عن مفهوم العائلة. مثلا اليوم عندك الواتس أب، عندك الأشياء، تبقى العائلة كل واحد معه تليفون نازل هيك. يمكن هنلودف الوقت الأكل، بيجتمعوا بيحكوا مع بعضهم، بيلتقوا مع بعضهم، بيحسوا بوجود العائلة، بيحسوا في رابط بيناتهم، بيحسوا. وهذا شيء ضروري. ذكرت أبونا عن الواتس أب، خلينا نشوف شو نطلنا من مواضيع أنا وياكم المشاهدين، من عناوين نتناقش فيها ومواضيع نتناقش فيها بسياق حلقتنا. نشوف نسوى منشا. سيمنحك الله 70 حورية عذراء وصفهن النبي محمد بالخالدات لا يمتن ولا تتقدم بهن الأيام. التحرك بدأه عدد قليل من الطلاب وسرعان ما تبنته الحكومة الطالبية في الجامعة بعدما لمست تشددا من جانب الإدارة وعدم استعدادها للتراجع عن قرارها تحت أي ظرف كما يقول الطلاب. مثلنا مثلهم، بس يصومون نحن نصوم معهم. الإسلام والمسيحية هون فيش فرق. هي التكنولوجيا التي لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من اختراقها خصوصياتنا بشكل مباشر أو غير مباشر. احذروا، فمن الممكن أن تكونوا مراقبين.
انه نحن ليكي بس يصير معنا شيء كيف بيعملونا، لانه نحن مدرسه رسميه. بالمدارس الخاصه اول ما يصير شيء دغري كلهم، يعني كل النظار والمديره بحد ذاتها بتجي. إذن ها هي مشاهدينا أبرز المواضيع والعناوين بدنا نحكي فيهم بيسي أحلقتنا. أبونا هاي هودة هن الليلة خفيفة. الليلة خفيفة لا والله أنا شايفة أبدا خفيفة أبونا، لأن عن جد ناطرينا بكذا بلد في سميون سريعا. بدي لك بدبي ناطرينا، بمصر ناطرينا، بسوريا ناطرينا، وبالبرازيل ناطرينا. وبدي وجه تحية لشخص من بيت سيزار، بوجه له تحيه اكيد هو عم بيحضرنا بالبرازيل وناطر المواضيع الشيقه. وين السوتشس بنقول له لهلا؟ اوكي ابونا سبقتنا على الموضوع. اذا انت اشطر مني كيف ما كنت اشطر خلي لي هيك ما بنقدر نغبر عليك حبيبي انت. اذا مشاهدينا رح اروح انا وياكم والابونا طبعا لاول موضوع بحلقتنا اللي هو عن حريات الجنه. شو في بالجنه من حريات؟ بنروح للتقرير لقناه نيو تي في، نعرض ب 21/1/2014 تفاصيل نشوف صباح. زفوني القى في الجنه الرياض هذا السنه قالت زبير طول كنا قلت الله. سيمنحك الله 70 حريه عذراء وصفهن النبي محمد بالخالدات لا يمتن ولا تتقدم بهن الأيام، وهن ناعمات ذوات أجساد أنثوية غاية في الإغراء، متساويات في الأعمار والجمال، مطهرات من القذر والأذى. مواصفات قد تغري أي شاب يعيش في مجتمعات لا تزال في مرحلة الكبت الاجتماعي والجنسي بكل تبعاته، بحيث يسهل انحلال العقل، وخصوصا أنه قيل إن الرجل من أهل الجنة كلما أتاها وجدها بكرا، وكلما رجع إليها عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة 70 رجلا. الحور العين أو ما يعرف بالحريات التي يفجر الشخص نفسه ويقتل الأبرياء من أجلهن كجزء أساسي من جائزة طردية على عمله الانتحاري، من هن؟ النظرة السلفية لهذا الموضوع، فعلماء السلفية أساسا اختلفوا في حكم تفجير النفس، فكثير من علماء السلفية ذهبوا إلى المنع مطلقا وإلى أنه محرم وإلى أنه قتل نفس، ومن ذهب إلى جواز هذا الأمر شرط له 5 شروط، إذا اختل منها شرط فتصبح هذه العملية محرمة. أول شرط خلو هذه العملية من الدماء المعصومة من المسلمين ومن الذميين. الذميين يعني؟ من النصارى ومن غيرهم من المستأمنين في هذا البلد. بأي حق يقتلون؟ نحن بلد عايش مشترك. ثاني شرط ألا يتوصل إلى نتيجة هذا الأمر بغيره، يعني مثلا لو أن هناك حاجز يهودي في حرب مع اليهود وأستطيع أن أزيل هذا الحاجز باشتباكات، فلا يجوز أن أبدل هذا بعملية تفجيرية. ثالثا أن تكون بإمرة قائد عام للمسلمين، مش والله واحد كبسة براسه انخنق من حاجز بيروح فجر حاله. الأمر الرابع أن يكون بها نكاية محققة بالعدو. الأمر الخامس أن يكون أو لا يترتب على هذا الأمر ما هو أشر منها، بمعنى والله أنا روحت لهم حاجز إنه ضربوا لي بلد. طيب ولكن الشاب الشيعي الذي يقوم بعملية مش موعود هو بحور العين؟ في الثقافة العامة التي يعني كنت أرصدها لتعبئة هؤلاء الشباب وتثقيفهم لا يتم التركيز بشكل مكثف على موضوع الحور العين، وإنما يأتي من ضمن مجموعة من الأحاديث عن تشجيع الإنسان على العمل الجهادي، فيتحدث عن رضوان الله سبحانه وتعالى، عن لقاء الله، عن مجاورة الأولياء والصالحين، أنه يكون مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأنه أيضا أعد له الحور العين. لكن أن يتم كأنما اختصار المسألة بالحور العين لم أجد ذلك في هذا الخطاب. طيب شيخ اعذرنا على السؤال، ولكن هل بالجنة هناك أيضا علاقات جنسية تقام؟ بدون شك هناك نوع من الاستمتاعات، لكن التي قد لا نفقه مغزاها نحن في رؤيتنا في هذا العالم. هناك نعم هناك استمتاعات حسية. الجزء السفلي من حور العين هو شو؟ إذا هي حورية مثل ما بقوله يعني هي سمكة من تحت. نعم الحور العين، أنا قلت القرآن الكريم لم يرسم لنا تفاصيل كاملة ووافية عن طبيعة الحور العين. إني الفدائية الاستشهادية نور شمس من غير قدور الشمري أقصى
أقسم بالله العظيم. الرجل يحصل على 72 حور العين. نعم. الإمرأة إن كانت متزوجة في الدنيا تحصل على زوجها في الآخرة. بدي يلحقها لفوق. إيه إن كان من أهل الجنة. ما هو بالجنة ليس هناك يعني زوجها مثلا مخنوقة منه بالدنيا بالآخرة ما حتكون مخنوقة منه، ما في عنده نقائص، ما في عنده عيوب، ما في عنده أي شيء، بالعكس رجل كامل يكون في الآخرة. وإن كان زوجها من أهل النار أو لم تكن متزوجة أو لم تكن متزوجة تتزوج برجل من أهل الجنة. ما مفتاح البوابة تلقى روحك في الجنة، تلقى روحك في الجنة. إذا كانت حواء بإغرائها طردت آدم من الجنة، فإن حور العين بإغرائهن فتحنا الأبواب لآدم مجددا، جنة أم نارا؟ رشا الكرم، قناة الجديد. تحية كبيرة لرشا الكرم اللي قعدت هذا التقرير، زميلتنا بقناة الني تي في. أبونا بيّن عطيته حقه الكامل وعامل بحث وعامل انترفيوات مع شيوخة معنية. تقربك شادي؟ أبداً أنا من بيت حقاد أبونا. أوكي لا شفت هالإطراء. لا أبداً، بس أنا حبيت الموضوع وبالفعل حبيت وجه له تحية. أبونا سؤالي لإلك، هن أو أتباع النبي محمد ناطرون يوم القيامة إذا فينا نقول حريات في الجنة، نحن كمسيحيين شو ناطرنا؟ لا مش يوم القيامة. نعم صلح لأول. إيه مش يوم القيامة، هن بيعتبروا أنه بس يوصل على الجنة معه مفتاحه بيدخل بيفوت وبتصير بيلتقى مع حوريات العين. هيدي بخصوصهم هن بهاي الحياة عند كما ينص القرآن الكريم عند الإسلام. الفرق بيننا وبين الدين الإسلامي بهالموضوع هو إنه السماء أو الجنة عندنا نحن هي حياة روحية لا يوجد فيها أي شيء مادي ملموس. نعم. لهالسبب المسيح لما سألوه إنه بتموت وحدة متجوزة واحد وبتجوز التاني ومين بيكون جوزة فوق ومين بتلتقى فيه، بيجاوب المسيح بهيديك الدنيا بالسماء لا يزوجون ولا يتزوجون. أوكي لا يزوجون ولا يتزوجون. هذا بإيماننا المسيحي، لأنه نحن الحياة فوق، نحن الهدف من الحياة الأبدية عنا أن نلتقي بوجه الله. نعم. مثل ما بيقول مربولوس بيقول هنا كمن ينظر إلى المرآة، مثل انه تشبيه عظيم ابونا. بس اما هناك فوجها لوجه. رح اطشك لانه بديك تكفي فكرتك، بس بتذكر المشاهدين انه فيكم تشاركوا معنا بالحديث من خلال اتصالكم على رقم 0994402 اللي عم يمرق حاليا باسفل الشاشه. نعم ابونا، لكن في مواجهه شخصيه او مقابله نلتقي العمر، نلتقي مع الله. نعم. كل اذا كان في عمر هونيك ما بعرف، لانه بالحياه الابديه لا في لا مكان ولا زمان. نحن هوليك نتخطى الزمن مع الله، مشان هيك نحن كمسيحيين هو المكافأة إذا بدنا نسميها لألنا أن نلتقي بوجه الله. هيدي اللذة الكبرى. نعم. هيدي لذة الإنسان المسيحي. وجهنم تبعنا نحن كمسيحيين هني إني ما ألتقي بالله وإني أتعذب، هذا أكبر عذاب بيكون للإنسان المسيحي، أكبر جهنم إذا وصل لهونيك وما حصل على وجه الله، كان نصيبه أنه يكون بالجحيم. هذا هو الجحيم، البعد عن الله. مشان هيك نحن بحسب الإنجيل حياة روحية، حياة أبدية، لا ملذات، لا متعة، لا شيء ملموس، لا مادة. عظيم أبونا، كل دين أو كل ديانة بتنظر وبترجم وبتطبق العبادة حسب طريقتها وحسب دراساتها وحسب الأجيال السابقة. نحن كمسيحيين أوكي فرض علينا نكون مسيحيين بسبب لا ما فينا الفرض علينا. طب شوف نحن عندنا خيار. نعم. حتى لو كنت مسيحي هلا فيك تقول باي باي وبخاطرك ودلك نيشي، ما عندنا مشكل. أوكي. هذا لا يفرض علينا نحن الدين، ولا يعتبر لنا أنه إذا تركت الدين بتقوم لقيامي على راسك. نعم. أو الكنيسة بتقوم، لا الكنيسة بتعطيك حريتك المطلقة. بتحب تكون مسيحي أهلا وسهلا، ما بتحب تكون مسيحي مع السلامة، أنت حر فيك تختار. الكنيسة بتترك لك خيارك أن تبحث، أن تفتش، أن تشغل عقلك، تشغل تفكيرك، تشغل حياتك كلها، مش أنه أخذوني رحت وجابوني جيت، لا، أنك أنت بكل وعي تختار أنت شو ولوين رايح وشو عم تنقي. طب أبونا، إنسان لما يوصل لمرحلة
يكون في قدامه كذا خيار، نعم، او كذا ديانة، نعم، في عنده يا اما احتمال واحد يقول لك انا بدي الحد وما بقى بدي امن، ممكن، اوكي، او بده يعتنق دين معين، ممكن، ويفوت فيه للاخر، بس كمان ما في باز او ما في اساس اعتمد عليه حتى فات. مزبوط. طب هون المؤمن وقع بضياع بين انه يامن وبين انه ما يامن. هذا اللي سميته انا انه يشغل عقله، ينبش، يبحث، يشوف، يميز، يقارن. طب هل اذا شغل عقله الجواب هو عند الطائفه المسيحيه؟ نعم، بكل طب انا وبالطوائف الاسلاميه كمان. انا لا انا بقول لهم هل الله عندكم؟ نعم، نحن عشوة شعب الله المختار. لا 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 عشوة. لا انا بفكر مش هيك، بفكر انا باخذ الانجيل وبقراه، هل القيم موجود في قيم، موجود في اخلاق، موجود في شيء مميز، موجود في شيء خارق الطبيعه، موجود مثلا كلمه محبه، لا توجد بغير دين كلمة محبة، فقط في الإنجيل. وحسب ما بعرف أنه في كذا يعني مذكورة كذا مرة وفي رقم معين. عم بقلك. نعم. مشان هيك أنا بين أني نقي كلمة محبة وعيش محبة مع ناس وإلفة، بين غير شيء ما بدي أسمي غير شيء، ما لا أكيد بفضل أن نقي دين المحبة، دين الشريعة المحبة. عظيم أبونا، خلينا نروح أنا وياك بعدنا بنفس الموضوع. نعم. نروح نشوف شو رأي كان الفنان رغب علامة اللي بنوجه له طبعا تحية بخصوص حرية الجنة. بعد العمليات الانتحارية والضربات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان، ماذا يقول رغب علامة؟ إرهاب لا دين له، لا دين له إرهاب. يعني فكر أنه طالع يشوف الحريات حيطلع يشوف سيخ حينشوى عليهم، لأن ربنا ما بيقبل بقتل الأبرياء لسبب سياسي أو ديني. وبعدين أكيد اللي عم بيفجوا حالهم يتعاطوا المخدرات بشكل أو غسل دماغهم. لا لا أكيد في مخدرات، أكيد أكيد بيعطون مخدرات معينة بيتعطل الدماغ، بيروح بيقولوا له أنت حتشوف الحريات وأنت عرفت كيف. شيء مؤسف أنه لبنان تتعرض للمؤامرات الإرهابية واللي وراءها مجرمون، إنما الشعب اللبناني يتعرض لإرهاب أيضاً السياسي بالأساس. السياسي اللي ظالم الشعب اللبناني ما بتعطي شيء، تاخذ منه. وعما إذا كان البترول هو الحل المنتظر لمرحلة ذهبية في لبنان، قال راغب، الشعب اللبناني ما بيطالب بحقه. يعني إذا البترول توزع حصص على الزعامات والشعب ده الفقير، الشعب ما رح يحكي، ما رح يحكي الشعب. أنا أعمل لك تعود على أنه يضل خانع، تعود أنه يضل خانع ويسمع الكلمة، زيل انزيل، اطلع اطلع، عود عود، احكي احكي. عندي ملاحظات كتيرة، توكشو السياسي عم بيغذي الفتن. أنت أكثر الفنانين اللي بينتقدوا أداء الزعماء والسياسيين اللبنانيين، وأنت أكثر الفنانين عندك صداقات معهم. ما هني بيعرفوا هالشي، لأنه فكرك أنه الزعمات يعني مش منتبه لهالشي، هني عارفين اللي عم بيحكي حقيقة يعني، وهني بيعرفوا عود معهم، هني بيحكوا لك إيه مزبوط هالكلام، بس هو النظام هيك راكب والشعب قبلان. أبونا دعانا توقف الغنية، لكن كفيناك من فينا كفيها من كفيها بعد شوي. أبونا السؤال اللي لك، ذكر بالتقرير قال الفنان رغب علامة أنه ممكن يكونوا عطيهم جرعة من المخدرات حتى يوصل للإنسان لهيك حالة يغيب عنا أو ينتقل فيها الواحد لمرحلة تانية بتصرف تصرفات ما بيعرف فيها شو عم تصرف. فمنطقية، تفضل جاوبني حتى أرجع أسألك سؤال. أنا بعتبر لك القرار انك تاخذ قرار بحياتك انك تموت
أو تنتحر أو تقتل حالك مش قرار هين. نعم. مش قرار هين. لابد ما يكون في شيء. إذا مش مخدرات في غسل دماغ. إذا مش غسل دماغ في مجتمع مقفل مقفل ومكبوت. مجتمع مقفل ومكبوت عم تفرجي إنه هلأ هون أنت هلأ منك عم تشوف شيء مسكر. أبونا أنت قاعد بقلبي ولا شو؟ شو؟ قاعد بقلبي ولا شو؟ هلأ كم تسألك السؤال؟ إنه هلأ إنه هاي هيدا كله مطروح يعني أسئلة هي تطرح. نعم. مشان هيك كل الاحتمالات موجودة إنه يتاخد قرار بهال بأنه بيقولوا عتن تحت الواحد يقدم معك خطوة بكل أناعة إنه عتن الأمور الصغيرة بالحياة الأمور الصغيرة تتاخد قرار فيها تبقى مقسوم أنت كشخص بين إيه ولا كم بالأحرى عم تاخد قرار موت تنهي فيها حالك تنهي حياتك على الأرض والحياة حلوة كيف ما كانت طبيعي أبونا بدي يقدم معك خطوة طالما في أساس مثل ما شفنا موعودين فيها بعد الموت يعني مش غلط التصرف اللي عم بيتصرف بالنسبة له بالنسبة له أكيد مش غلط أكيد مش يعني, يعني هو عن قناعة رايح طبيعي ما هلأ عن قناعة أو لأنه حتى في يعني يصير معنا بلبنان حتى في أشخاص كانوا عم يفجروا حالهم تركوا السيارة وهربوا وفجرت بعدين وفجرت بعدين وهو هرب نعم يعني كمان بتطرح أسئلة هيدي بدها دراسة وتحليل دراسة نفسية دراسة اجتماعية دراسة روحية دراسة لاهوتية بتشوف انه هالشخص بشو شو هالشي اللي بيجعله يعمل هيك وليش بيجعله انه يتردد بعدين طب سؤال لك أبونا اللي في إذا بدك أختم فيه هذه الفقرة الإسلام كديانة نعم. أكيد بنوجه لهم كامل الاحترام هل الإسلام يرفض القتل؟ يرفض تفجير النفس؟ أكيد أكيد مثل ما سمعنا هلأ المشايخ أو العلماء الأجلة اللي كانوا عم يحكوا مثل ما شفت أنه حتى بالدين الإسلامي في تيارات حتى بالسلفية في تيارات يعني عم بيقولوا أنه مش كلهم متأيّفين تناقضات حتى بالسلفية بين أفكار وأفكار يعني السلفية هذه السنية السلفية أنه في قسمين بينما الشيعة كمان مثل ما شفت في تيارات بالإسلام في قتل وإنما محدد وين وكيف وكذا بيقول لك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخير وما حرمه الله ورسوله أما بهالحالات هيدي أما بهالحالات هيدي في انقسام حتى في آية بالقرآن بتقول من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس أجمعين إذا بتقتل واحد دون حق إنه جاي عم تقتل أبرياء بانفجار جزاء كأنك قتلت كل الناس هذه بالقرآن الكريم مشان هيك القتل في القرآن الكريم محدد كيف ومتى مش بتفجير مش بكذا حتى إنه بيقول لك إنه حتى ردة الفعل بدك تعمل حسابها قبل التفجير إنه بفجر أنا حي بيجوا بفجروا لي البلد كله على راسي كمان هذا ضد الانتحاريين اللي عم يموتوا الكنيسة نعم. مسيحيا نعم. هل نحن مع فكرة القتل أبدا بكل أنواعه ممنوع بتاتا من الإجهاض للبيبي الصغير لأول ما بيتكون لا يموت حتى موت الرحيم ممنوع عنه الإجهاض وموت الرحيم وكل اليوم في مجتمعات بتنادي فيها أما بالكنيسة لا بتقلك الحياة هي هبة من الله الله بيعطيك الحياة هبة لحظة وهي ما بيحق لك مش ملكك الحياة هي مش ملكك ما بيحق لك تتصرف فيها الله وحده اللي بيعرف أي متى بده ياخدها وأيام لا حياتك ولا حياة غيرك إلك دخل فيها بذكر المشاهدين أبونا أنه فين بذكر أنه فين يتصلوا على رقم 0994-402 في حال عندكم في حال عندكم أي مداخلة أبونا سؤالي كونك جبت فتحت سيرة الجنين في حال كان عنده يعني قصة الإجهاض نعم. في كتير أوقات بيبقى الجنين مشوه أو نعم. بيبقى الجنين في خطورة بولادته هذا هون ساعتها غلط في حال اتخذ القرار ايه في حالة وحدة ليه هي؟ في حالة وحدة إذا كان الجنين أثناء الولادة بده يشكل خطر على أمه نعم بيفضل قتل الجنين على موت الأم الأم بتقوم لعائلتها والجنين بينجاب بدله بس قتلت الحكم أنك قتلت بده يموت واحد طبيعيا دون ما تقتل بده يموت واحد أو بده يموت البيبي أو بده تموت أمه من المفضل يموت البيبي وما تموت أمه لأن الأم بده تقوم عند عائلة وتقوم عائلتها والبيبي بينجاب غيره
هاي الحالة الوحيدة اللي يصبح فيها القتل. أما إذا كان مشوه تبين بصورة مشوه اللي هم بيعملوا إيكو قبل تيتأكدوا أو غيره مشوه أو غير مشوه أبدا. طب وشو رأي الكنيسة سريعا أبونا تجاه المرأة اللي بتفضل حياة ابنها على حياتها؟ هون لأنه بالفعل صار هذا السبو. نعم. مع عندنا قديسة البابا يوحنا بولس الثاني قدس أم إيطاليانية لأنها فضلت هي تموت تخلي بنتها وبنتها بعمر 16 سنة حضرت تقديس أمها. فضلت هي تموت. نعم. وتبقى بنتها وبنتها حضرت تقديسها لأمها. هذا ما من حب أعظم وهو أن يموت الإنسان من أجل أحبائه. أمين أمين أبونا. خلينا نروح أنا وياك للتليفون في عنا مداخلة منقول مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. ايه نعم عم بسمعك تفضلي. لانه رفضت تأجهد وهي كانت بحالة خطر. وبدي اطرح سؤال على الابونا بالديانة المسيحية اذا شخص قتل دفاعا عن النفس مسموح؟ ما سمعت اذا ممكن يلعب أوكي. السؤال بس لاني ما سمعت شيء ابدا. يا ريت بالعملية ترجع تهدي سؤالك سريعا لانه هلا بلشنا نسمعك. السؤال بالديانة المسيحية إذا شخص قتل دفاعا عن النفس مسموح؟ ما سمعت مش عم بسمع أبدا. إذا لحظة الديانة المسيحية إذا إذا عن عم تسأل عن الدفاع عن النفس. نعم. يعني في حال تعرضت لاضطهاد معين. نعم. بقى كل بشكر اتصالك معنا. نعم. وراح يجاوبك فورا الأبونا. في حال أنت كنت. نعم. في حال أنت كنت عم تتعرض لخطورة معينة وبالفعل. نعم. بتصير خاصة. نعم. هلا بالظرف الأمني. لا هلا وغير هلا ممكن. نعم. ممكن حرامي يفوت لعندك. بتقول له أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك تفضل قتلنا. التعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بيقول بتستعمل القتل بحالة الدفاع عن النفس عندما تنفذ كل الوسائل انه فيك تخلص. عرفت كيف؟ عندما تنفذ كل الوسائل ما زال بعد في وسائل اني بقدر خلص ممنوع القتل. اوكي اوكي. بس لما خلص حطي بالزاوية وحطلي البارودي براسي بوصل لمحل بستنفذ كل الوسائل ساعتها في واحد بده يموت من اثنين. نعم أبونا. في اتصال آخر منقول كمان مساء الخير. منقول مساء الخير. أوكي أبونا تكون جاهز الاتصال. أوكي مساء الخير. ألو مساء الخير نحن عم نسمعكم. يا هلا بونسوار مين معي؟ سلام عليك كمان معك. دايما معكم مين معي؟ مساء الخير أبونا. مساء النور. ما عم تسمعني شيء. اوكي هلا عم تسمعني؟ لا. بدنا نطلب من بيير بليز اذا بدنا صوت. تفضل بس قول شو عندك شو سؤالك ونحن بنكون عالجنا. هو ما له سؤال مجرد تعليق بسيط. تفضل. بحب الاخونا بالنسبه للقتل بالاسلام. نعم. النصوص واضحه. نعم. نصوص القتل. نعم. موضوع القتل الا بالحق. نعم. ايه قلنا عم يتهم بالطريقه الخطا. ايه ما نحن قلنا في له اصول بالاسلام القتل. نعم. فكل طائفه اسلاميه عم تقتل بطريقه انه نحن على الحق انه بدنا نقتل. مزبوط. نعم مزبوط. شكرا لاتصالك وعلى تنبيهك. حضرتك بس قبل مين معي شو اسمك الكريم؟ لواند. لواند شو تعليقك؟ اوكي اعطيت وجهة نظرك بس انت كمسيحي افترضنا هلا ابونا عطى اكزامبل او مثل انه في حال انت تعرضت للقتل او لا مهاجمة معينة انت بحق لك دافع عن حالك، هل انت كمسيحي مقتنع بالقالوا ابونا فيك تدافع عن حالك؟ نو بالنسبة ايه نعم عم بسمعك لواند. بالنسبة لإلي أنا كإنسان مسيحي. نعم. القتل المحرم بالنسبة لإلي نهائيا لا جنين لا كبير لا صغير. أي عم بسمعك لوان تفضل. ولا حتى عدو لأنه السيد المسيح بيقول لك باركوا أعداءكم صلوا لأجلي الذين يقاتلونكم. نعم أمين أمين.
أمين. بشكر اتصالك لواند، شكرا لمدخلتك. طبعا بتمنى من المشاهدين كمان يتشجعوا مثل ما تشجع لواند بالاتصال على الرقم 09914402. أبونا في عندك من رد على لواند؟ بعتقد خلص وضحت الفكرة. خلينا نروح أنا وياك والمشاهدين للتقرير الثاني أو الثالث تحديدا، مش تقرير هو مثل إذا بدكم صور رح نشوفها سوا. رح أطلب من بيير يفرجينا إياه هون ومنعلق سوا أنا والأبونا.